بداية هو الاجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين مغاربة وإسبان في نسخته 12، جاء بعد تأجيل أو تأخر لثماني سنوات، ويدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين المغرب وإسبانيا، خاصة بعد خارطة الطريق التي وضعها البلدان في أبريل المنصرم والتي تروم تعزيز التعاون في العديد من المجالات، ويأتي أيضا بعد التحول الذي يوصف بالتاريخي للموقف الإسباني في قضية الصحراء المغربية باعترافه بمقترح المغرب للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي. حل بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية يوم أمس مرفوقا ب 12 وزيرا من حكومته، والتقى يوم أمس أيضا برئيس الحكومة المغربية وبعدد من الوزراء المغاربة، التقوا في ما سمي بمنتدى اقتصادي تم الإعلان عنه عن توجه البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأعلنت خلاله الحكومة الإسبانية عن وضع خط ائتماني ورصد تمويلات تصل إلى 800 مليون أورو من أجل دعم المقاولات الإسبانية وتشجيعها على الاستثمار في المغرب، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، التجارة والصناعة. هنا اليوم نتواجد بمقر وزارة الخارجية المغربية، حيث يلتقي في الأثناء بيدرو سانشيز ووفده بعزيز أخنوش أيضا والمسؤولين والوزراء المغاربة في اجتماع مغلق، لكن قبله كانت هناك كلمات افتتاحية نوه من خلالها عزيز أخنوش بمستوى الشراكة بين المغرب وإسبانيا والطموح الذي يحدو البلدان بذلك. أيضا من جهته بيدرو سانشيز تحدث عن الدور الذي يلعبه المغرب في التعاون مع إسبانيا في عديد من القضايا، في مقدمتها قضية الهجرة، الأمن، أيضا التعاون الاقتصادي. والآن الجلسة ما تزال مغلقة، وسيكون هناك بعدها مؤتمر صحفي سيتوج أو قبله ستتوج هذه الجلسة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات. يوم أمس أيضا أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تحدث فيه العاهل المغربي عن مستوى العلاقات المتميز الثنائية بين المغرب وإسبانيا، ووجه خلال المحادثة الدعوة لبيدرو سانشيز لإجراء زيارة رسمية في القريب العاجل من أجل تفعيل ما تبقى من أسس خارطة الطريق التي تم وضعها العام الماضي. إذن هي المؤشرات إيجابية بحسب المراقبين على أن هناك نوع من التقارب الكبير وتجاوز عدد من القضايا الخلافية التي كانت في السابق بين المغرب وإسبانيا، خاصة وأن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول بالنسبة للمغرب، والمغرب أيضا يعد شريكا مميزا بحسب تصريحات مسؤولين إسبان بالنسبة لإسبانيا، خاصة في تدبير ملفات الهجرة، الأمن وغيرها من الملفات الشائكة. سننتظر في هذه الأثناء انعقاد هذا المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان عن مخرجات هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية.